بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شمائله الشريفة التي كمله الله بها خلقاً وخلقاً، مع الأحاديث التي تذكر شعره الشريف صلى الله عليه وسلم، حدثنا علي بن حجر، أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد عن أنس بن مالك قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه، أي هذا في بعض الأحوال، ويصل في بعضها إلى منكبيه صلى الله عليه وسلم، كما في الأحاديث الدالة على ذلك. ومنها هذا الحديث التالي: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا وهب بن جرير ابن حازم قال: حدثني أبي عن قتادة قال: قلت لأنس: كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يكن بالجعد ولا بالصبط، كان يبلغ شحمة أذنيه، أي كان وسطا في النعومة. حدثنا محمد بن يحيى ابن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر، أي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة الشريفة أربع قدومات جاء فيها إلى مكة المكرمة، وهي القضاء والفتح وعمرة الجعرانة وحجة الوداع. والمرة التي تذكرها أم هانئ رضي الله عنها هي يوم فتح مكة، لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في بيتها وصلى الضحى، فرأته كما وصفت له أربع خصل من الشعر قد أرسلها، أي أنزلها حتى يراها من يراه. وهذا يدل على طول شعره صلى الله عليه وسلم. حدثنا سويد بن نصر، حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري، حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، أي يدلي شعره إلى جبهته أو إلى ورائه، ولا يجعله فرقتين. وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، أي يفرقون رؤوسهم فرقتين، إلى اليمين وأخرى إلى الشمال، وتارة يكون ذلك وسط الرأس وتارة غيره. وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، أي لا يفرقون. وكان يحب موافقة أهل الكتاب اليهود والنصارى فيما لم يؤمر فيه بشيء، أي فيما لم ينزل فيه الوحي إليه بمخالفتهم. ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فهذه من الأمور المباحة شرعا، فللمسلم أن يدرك فعله صلى الله عليه وسلم، وله أن يفعل هذا أو هذا مع تمام مظهر الرجولة والشرف. وننتقل إلى ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم معتنيا بشعره الشريف، حيث هو نعمة من نعم الله تعالى، فكان ينظفه دائما ويقوم بترجيله بالمشط حتى يبدو كاملا في كل شيء، فهو الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة، فالنظافة من الإيمان،
وهذا حديثه الشريف. وحديثه الآخر: من كان له شعر فليكرمه، أي لا يترك المسلم ولا المسلمة الشعر مهملا دون نظافة ودون تمشيط وعناية. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا معن بن عيسى، حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، أي كنت أمشط وأسرح شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. وهذا تكريم للمرأة في جميع أحوالها، فكان العرب قبل الإسلام لا يدعون المرأة تباشر أي عمل من الأعمال الخاصة والعامة لهم، فلا تمشط المرأة زوجها ولا تأكل معه ولا تجالسه ما دامت حائضا أو نفساء. وقد فعل ذلك صلى الله عليه وسلم إشعارا للناس وتنبيها إلى جمال الإسلام وحسنه وما دعا إليه من أخلاق كريمة، وإلى تكريم المسلم سواء كان رجلا أم امرأة. حدثنا يوسف بن عيسى، حدثنا وكيع، حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن إبان هو الرقاشي عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدهن بالزيت الخاص بالشعر زيادة في العناية بشعر رأسه ولحيته، وكان يضع فوق رأسه وتحت العمامة القناع وقاية لعمامته الشريفة من الدهن. ويذكر الحديث أن القناع أي الغطاء الذي يفصل بين رأسه وبين عمامته كان مشربا بالزيت كثوب الزيات، أما مظهره الشريف في عمامته وثوبه وردائه فكان في غاية النظافة وكمال الهيئة والوقار. حدثنا هناد بن السري، حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل، أي كان صلى الله عليه وسلم يبتدئ باليمين تيمنا وتبركا وتفاؤلا بأصحاب اليمين وهم أهل الجنة في غسله ووضوئه وتيممه، وفي تمشطه في رأسه ولحيته، وفي تنعله فإذا لبس النعل بدأ برجله اليمنى. وبعد الحديث عن شعره ولحيته صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من العناية تنظيفا وتمشيطا وتطيبا، وكان يفعل ذلك في أوقات مختلفة، نجد في الأحاديث المطهرة أمرا آخر خاصا بالشعر الشريف. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو داود، حدثنا همام عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يبلغ ذلك، وإنما كان شيئا في صدغيه، ولكن أبا بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم. الخضاب معناه تلوين الشعر بحمرة سواء كان بالحناء أو بغيرها، ولم يكن في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب كثير إلا شعيرات قليلة تعد على الأصابع، فلم يستعمل الخضاب، فلم يصب صلى الله عليه وسلم شعره بحناء أو بغيرها كما يفعل كثير من أصحابه الذين أصابهم الشيب
كسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا دليل على جواز استعمال الحناء فقط. حدثنا إسحاق بن منصور ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك قال ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. ولكن ورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب بالحناء. ففي الحديث الأول الذي سبق لم يكن قد خضب، ولكن سئل أبو هريرة رضي الله عنه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وقال أنس رضي الله عنه رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. حدثنا محمد بن حميد الرازي، حدثنا أبو داود الطيالسي عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم له مكحلة يكتحل منها كل ليلة 3 مرات في هذه وثلاث مرات في هذه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاكتحال في العين من الحجر المعروف الذي يطلق عليه العامة الكحل، ويكتحل الناس منه من زمن قديم خاصة العرب. والنبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بفائدة الكحل للعين والشعر فهو يكتحل ويداوم على ذلك بمروده، ويفعل ذلك 3 مرات في كل عين في كل ليلة. ويروى عن العرب الذين خبروا ذلك أنه يقوي بصيرات الأهداب وهي الرموش، بل يقوي العين عموما جهاز الإبصار والشعر النابت حولها. وكان صلى الله عليه وسلم حكيما في اكتحاله عند النوم حتى يسري ذلك وتكتمل فائدة الانتفاع، لأنه يطبق جفونه. ونأتي بعد ذلك إلى لباسه صلى الله عليه وسلم. وعموم القول في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس من الثياب ما يناسب لباس قومه، ولم يقتصر على صنف بعينه حتى لا يتميز عن الناس، ومع ذلك كان يلبس الثياب الفاخرة حين يستقبل وفوده. وفي كل كان طاهر الثوب كما أمره الحق تبارك وتعالى وثيابك فطهر. حدثنا محمد بن حميد الرازي، حدثنا الفضل بن موسى وأبو ثميلة وزيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، وهو الذي يلبس تحت الثياب ولا يكون من صوف، وإنما كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أستر للبدن من غيره، ولأنه أخف على البدن. وقد ورد أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يكن له إلا قميص واحد. فعن عائشة قالت ما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم غداء لعشاء، أي ما ادخر شيئا من طعام لعشائه، بل كان ينفقه على المحتاجين، ولا عشاء لغداء، ولا اتخذ من شيء زوجين ولا زوجين من النعال. حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن بديل يعني ابن ميسرة العقيلي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت
كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، والرسغ هو المفصل ما بين الساعد والكف من الإنسان، فكان كم قميصه صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ لتسهل حركة اليد، فهو ليس بالقصير ولا بالطويل بل وسط. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، حدثنا أبو نعيم، حدثنا زهير عن عروة، عن عروة بن عبد الله بن قشير، عن معاوية بن قرة، عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط، أي جماعة من مزينة، وهي قبيلة من مضر، لنبايعه، وإن قميصه لمطلق، أو قال زر قميصه مطلق. قال: فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. يروي المحدث أن قميصه صلى الله عليه وسلم محلول غير مزرر، وأدخل يده في طوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الفتحة المحيطة بالعنق، وهي واسعة لسهولة اللبس، فمس الخاتم قصدا للتبرك. حدثنا سويد بن نصر، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن سعيد بن إياس الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه ثم يقول: اللهم لك الحمد كما كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. يبين الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رزق بثوب جديد قال: هذا ثوب، وهذه عمامة، وهذا قميص، إظهارا لنعمة الله عليه وتعليما لأمته. ومن عادته صلى الله عليه وسلم إذا استجد له ثوب لبسه يوم الجمعة حتى يظهر به في أحب أيام الله إلى الله. وكان إذا لبس ثوبا قال: الحمد لله الذي رزقني هذا لأستر به عورتي ولأتجمل به في حياتي. وفي هذا الحديث كان يقول: اللهم لك الحمد كما كسوتني، يحمد الله بعد التسمية تحدثا بنعمة الله عليه، ثم يقول: أسألك خيره وخير ما صنع له، أي اجعله وقاية لي من الحر والبرد، واجعل ملبسه في طاعتك، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له، أي لا تجعله في معصيتك. وأخرج ابن حبان والحاكم: من لبس ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به، كان في حفظ الله وفي ستر الله حيا وميتا. وفي رواية لأحمد: من لبس ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول ولا قوة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة، عن أنس بن مالك قال: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة، والحبرة برد يماني، وكانت أحب الثياب إليه صلى الله عليه وسلم للينها وموافقتها لجسده الشريف. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه. قال سفيان: أراها حبرة. حدثنا علي بن خشرم،
حدثنا عيسى بن يونس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: ما رأيت أحداً من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت جمته أي خصلة شعره لتضرب قريباً من منكبيه. وهذا يدل على جواز ارتداء الثوب أو الرداء الأحمر كما لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجوز النظر إلى رجل الرجل من الرجل إلى الساق فقط، وهو إجماع حيث لا فتنة. ويندب أيضا تقصير الثياب إلى أنصاف الساقين، فيسن للرجل أن تكون ثيابه إلى نصف ساقيه، ويجوز أيضا أن تكون إلى كعبيه، وما زاد على الكعبين فهو حرام إن قصد به العجب والخيلاء وإلا كره. ويسن للأنثى أن تطيل ثيابها بما يستر جميع بدنها وأن تزيد على الكعبين، ويسن لها هنا أن يجب عليها خلافا للرجل.